مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن خريطة المشاعر وعن جسد المشاعري، وكورسنا لهذا الشهر هو خريطة المشاعر. اليوم أبغى أتكلم وركز كثير على موضوع الاكتفاء المشاعري وكيف إحنا نفهمه وكيف هو كما هو في الواقع أو كما هو يدور في الجسد المشاعري. وبعدين أبغى أخذ قست وأبغى أخذ أسئلة. طيب، الاكتفاء المشاعري يأتي على أشكال كثيرة. يعني على سبيل المثال، مرات يكون الشخص موجود في وظيفة أو في شغلة أو في هدف، وقاعد يشتغل ومتحمس فيها ويعطي وياخذ وكثير، يعني في مشاعر في هذا المكان وفي هذا العمل وفي هذا الهدف، وبعدين فجأة يقول خلاص أنا اكتفيت. وأنت ليش قدمت استقالتك ومشيت؟ أنتم تهاوشتوا؟ يقول لا أبدا ما تهاوشنا، بس يعني أنا اكتفيت، يعني خلاص ما اكتفيت، ما في شيء إضافي يضيفوني، ما في شيء إضافي أنا أضيف، أنا اكتفيت. مرات أيضا ممكن تلقون هذا مثلا في العلاقات. مرات تحس الاكتفاء يجي مثلا انه انت تكون في علاقة وتحس انه وصلت لمرحلة من هذه العلاقة، تقول خلاص انا اكتفيت وتمشي وتترك هذه العلاقة. ممكن حد يقولك ليش انتم تضاربتوا، انتم تهاوشتوا، انتم اختلفتوا، انتم وش المشكلة؟ تقول لا بس انا احس اني اكتفيت من هذه العلاقة. مرات ممكن تلقى أم مثلا عندها طفل، بعدين طفلين، بعدين ثلاثة أطفال، بعدين تقول لا خلاص أنا اكتفيت من الأمومة، اكتفيت من أني أنا أكون أم، يكفي هذا، يكفي. مرات الشخص مثلا يحب يروح البلد معين أو يحب يروح سياحة لمكان معين، يروح مرة مرتين ثلاثة عشرة، ممكن يصير عنده يعني أصدقاء هناك، ممكن يعرف التقاليد والعادات ويدخل كثير، بعدين فجأة يقولك خلاص أنا اكتفيت، خلاص أنا ما راح أرجع مرة ثانية لهذه البلد مثلا. يمكن أنت تكون مريت بأحد هذه المشاعر، مريت في لحظة تقول إنه والله هذا يكفي، خلاص يكفي، يعني ما في شيء، بس خلاص أنا اكتفيت من هذا الشيء. اللي قاعد يصير في الداخل، احنا من برا نقول انه احنا اكتفينا، اللي قاعد يصير في الداخل هو في جانب ايجابي وجانب سلبي، بس خلونا نشوف كيف الجسد المشاعري قاعد يشتغل وكيف الخريطة قاعدة تشتغل في الداخل لما احنا نصل لمرحلة نقول اوه انا اكتفيت. احنا في الداخل عندنا مشاعر متعددة حسب الشخص والمسار والمكان والزمان والموضوع والحقل. بمعنى انه انا لما اكون مثلا على سبيل المثال في حقل او طاقة موضوع الوعي، يكون عندي مشاعر، مجموعة من المشاعر، بينما لما اكون مثلا في حقل اخر، خلنا نقول في حقل السياحة والروحة والجاي، يكون عندي مجموعة أخرى من المشاعر. ممكن هذه فيها هذه، لكن هذه لها تشكيلتها وهذه لها تشكيلتها. فكل شيء إحنا نعيشه بمشاعر اللي مرتبطة فيه، والسلوك أو خلنا نقول الصورة المثالية أو المتطورة للجسد المشاعري انه هذه المشاعر المفروض انها مع الوقت
تتغير مع الوقت، تتغير ما تستمر زي ما هي. لكن لأنه إحنا في الغالب بطبيعتنا أيضا ما نطور أجسادنا المشاعرية، تظل هذه المشاعر كما هي. يعني مثلا لما يكون عندي هدف معين أو أشتغل في دوام أو مكان عمل معين، يكون عندي مجموعة من المشاعر أنا قاعدة أستخدمهم في هالمكان. قد تكون مشاعر إيجابية، استخدمت بعدين حسيت أنه خلاص، ما كل مرة أروح لهذا المكان ما أحس فيه شيء جديد، ما أحس فيه شيء إضافي، ما أحس فيه شيء يعبي خزاناتي، شيء يضيف لخريطتي، شيء يفتح زي ما نقول حقول جديدة عندي في الخريطة. فأقول خلاص أنا ما أحس إني، يعني ما أحس إني يعني في المكان المناسب، أحس إني اكتفيت، أحس إني اكتفيت، لا عندي شعور سلبي تجاه المكان ولا تجاه أصحاب المكان، ولا عندي مشاعر سوبر إيجابية، لا، إنه خلاص عادي، نفس الشعور اللي أنا أحس فيه. مشاعر أصبحت مملة مثلاً؟ لا، قبل الملل أقرب ما لها إنه تقولين في شيء أكثر إثارة أبغى أروح له، في شيء أكثر جمال أبغى أروح له، في شيء أكثر متعة أبغى ألحق عليه كذا يعني. فإحنا نقول مثلاً، هل هذا الشيء إيجابي؟ هل هذا الشيء جيد إنه أنا اكتفيت؟ أو هل هذا الشيء سلبي؟ مرات يكون الاكتفاء من الآخرين، من الأشخاص الآخرين، إنه أنا اكتفيت بهذا الشخص عن الآخرين. يعني سبيل المثال، مرات يكون عندك صديقة تكفيك عن 20 صديقة، مرات يكون عندك أخوات يكفونك عن أي أحد إضافي في الحياة، مرات يكون عندك شريك حياة تحس إنه أوك، يعني في اكتفاء خلاص، ما أقدر أدخل أشخاص إضافيين آخرين. شعور الاكتفاء عنده جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب السلبي إن مرات يذكرنا بالمحدودية اللي إحنا وصلنا لها، يذكرنا إنه إحنا وصلنا الحد. يعني كأنه أنت كنت مثلا، خلنا نقول كنت تمشي في مكان وانتهى الطريق، صار لك الحد كذا، انتهى الطريق، بس تقول أوه خلصت الطريق، خلاص دان، ما في شيء، خلاص الطريق وخلص، ما في شيء إضافي. هذا جانب شوية سلبي في موضوع الاكتفاء، انه ما في شيء اضافي في هذا الطريق، والحقيقة انه دائما في شيء اضافي. والشيء الايجابي، انه الاشخاص اللي يكتفون عندهم درجات من الرضا ايضا ومن التنوع. بمعنى انه في الغالب الشخص اللي يكتفي من الدوام راح يطلع بطريقة مهذبة وراقية ومحترمة، وراح يطلع وكل الزملاء العمل يقول كان عندنا شخص جدا رائع ولطيف. بس شخص ما يحس بالاكتفاء راح يطلع هو يعني متضارب معهم. ايضا في العلاقة، شخص يشعر بالاكتفاء في الغالب راح ينتهي بهدوء وبسلام وبطريقة جدا راقية. شخص لا يشعر بالاكتفاء يحس انه يبغى يعاقب الشخص الاخر عشان هو ما اعطاه، وهو ما كفى، ما اعطى فلوس كفايه، ما اعطى مشاعر حب كفايه، ما اعطى امان كفايه، ما اعطى حنان كفايه، فهو ما اكتفى. فستظل هناك شعور بانه تعرض لظلم، لقهر، لتجربه غير متوازنه، ما كانت فير هذه التجربه، ما كانت عادله بالنسبه له. ف خلنا نقول ينهيها بطريقة غير جيدة. ذلك مرات احنا نعتبر انه شعور الاكتفاء هو من رسائل النهايات مرات. ومرات ايضا ممكن نعتبر انه الاكتفاء انه رسالة ايضا انها تقول لك عندك خيارين الان، انت في مفرق طرق، اما انك تطلع برا الطريق اللي انت حسيت فيه بالاكتفاء، او انك انت تعمل
تطوير إضافي، تطوير يعني تسوي قفزة نوعية في هذه الدائرة اللي أنت فيها. يعني مثلا أحس أنه أنا اكتفيت من هذا العمل، اكتفيت من هذا المشروع اللي أنا أشتغل عليه، اكتفيت من هذه الفكرة اللي أنا قاعد أفكر فيها لمدة سنتين، اكتفيت من العلاقة هذه، أوكي وصلت لهذه المرحلة. أقول الآن أنا الآن عندي رسالة، أما أني أنا أنهي هذا العلاقة أو أنهي هذا العمل أو أنهي هذا البرنامج أو أنهي هذا المشروع أو أنهي هذا التفكير، أو الخيار الثاني أني أنا أطور، أعمل تطوير إضافي. ما لا دخل الطرف الآخر، العمل، الدوام، شريك الحياة، الصديق، ما لا دخل، لأن دائما الموضوع مشاعري، موضوع مرتبط فيني أنا ومرتبط في خريطة المشاعرية. فخريطتي المشاعرية هي اللي لازم تتطور، خريطتي المشاعرية هي اللي لازم تتطور. أيضا عندي جانب كثير سلبي في موضوع الاكتفاء، لما يكون ما عندي القدرة أني أنا أكتفي من الداخل، فدائما أحتاج الخارج. بمعنى انه ابغى حب ادور برا، ابغى حنان ادور برا، ابغى سعاده ادور الفراري الحمراء، ابغى شعور متميز ادور شنطه اهم شيء من برا، يا شخص يا عمل يا هدف يا شيء، اي شيء اي شيء بس برا، ولا اقدر اشعر بالاكتفاء المشاعري الداخلي. قلبي انت يشرب ينسون، فما يكون عندي قدرة أني أنا أولد هذه المشاعر بالداخل. ولا يعني كلامي، ولا يعني كلامي أنه المفروض أن إحنا دائما يكون عندنا اكتفاء بالداخل، والمفروض إحنا دائما يعني نطلع المشاعر من الداخل، لا، المفروض أنه إحنا يكون عندنا التوازن الكافي، بحيث أنه عندي مشاعر أجيبها من برا وعندي مشاعر أجيبها من جوا، بس اللي برا ما في ولا شيء يحطني في موقف حرج. يعني ما في شخص، ما في شيء يقدر يحطني في موقف حرج بحيث اني انا افقد شعور مهم. المفروض خروج شخص من حياتي لا يعني اني انا فقدت الشعور. اوكي هذا الشخص طلع، بس انا عندي القدرة اني انا اصدر هذا الشعور لنفسي. هذا الدوام فقد، بس ستيل انا عندي القدرة اني انا اصدر المشاعر هذه لنفسي. فقدت الفرار الحمراء، ستيل انا اقدر اشعر الشعور من الداخل. لا يعني كلامي انه لا تشتري الفرار الحمراء، اوكي عندك ظروفك جيدة اشترها، لكن ايضا ما تزنقني الفرار الحمراء في كورنر صعب في الحياة بحيث اني انا اصير معذب لما اشتريها او لما تكون عندي، او انا ما اسوى شيء لما تكون عندي، او انا ما اسوى شيء بدون هذا الرجل، او ما اسوى شيء بدون هذه المرأة، او بدون هذا الصديق او هذه الصديقة، او بدون هذا الشخص اللي يقرب لي ولا من العائلة، اني انا اضيع، لانه طار الحب، طار الحنان، طار الأمان، طار 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 طار، فكل المشاعر هذه ما أخذها من برا. ففي هاللحظة أقول أنا عندي أزمة فعلا، أنا عندي مشكلة إنه أنا مو قادر أكتفي من الداخل. فاللي يصير في الغالب لما تشتري الفراري الحمراء تعطيها أكبر من قيمتها، تتمسك فيها، تبالغ في أهميتها، تبالغ في انها كثير مهم في حياتك. لما تتعرف على شخص، لما تتعرف على شريك حياة، لما تكون تتمسك فيه بطريقة مبالغ فيها، تبالغ في القصة، تبالغ في اهمية هذا الشخص. طبعا الكون ما راح يعجب القصة، القصة هذه ما راح تعجبها، يعني راح تجي قصة تصحح الموضوع، راح يجي موقف يصحح لك الحدث، يخليك انت تقول اوكي
حان الوقت اني انا اشعر بالاكتفاء من الداخل. حان الوقت اني انا اشعر بالاكتفاء من الداخل. لكن ما في مانع، في شيء متوفر برا اتس اوكي، شيء ممتع اني انا اعيش هذه الحياه، لكن ستيل لازم يكون عندي من الداخل مساحات شاسعه وممتده في خريطتي ايجابيه ايجابيه. وهذا دورك انك انت تطور مشاعرك وتطور خريطتك عشان يكون عندك امتداد كبير من المشاعر الايجابيه. ما تنزنق، ما تجي لحظه انك انت تركض ورا شخص يقول لها يلا باي باي مع السلامه، ولا يسوي لها بلوك وتدق عليه وتسال وتروح تلاحقه وتراقبه وانستغرام وتويتر وتشيك وما اعرف ايش وكذا. ما تقدر، الشعور هذا جاي من برا، ما تقدر تسويه من جوا، فنتورط ونصير في ازمه في مثل هذا الموقف. طيب خلونا ناخذ اسئله. كيف حب بدون غيرة الطرف الثاني؟ أنا كثير شرحت موضوع الغيرة والأزمة اللي إحنا نحس فيها في قضية الغيرة. مرات أحس إنه أنا كثير مميزة، يعني أنا مرة مرة نجمة لماعة، مرة 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 مرة، وشلون أبغى أحس بأني نجمة لماعة؟ أبغى أحد يغار علي. لعب يعني، عقل اللاواعي قاعد يعني يسوي لك سيناريو كامل. فانت يعني ايش، انت تكون انت ضمنيا طلبت القصة هذه، انه يظهر شخص يغار عليك ولا ولا تفعلين لا تسوين لا تقولين ومدري. واو يحبني مرة، يعني في العمق في العمق مرة. انا يعني اعيش قصة حب خطيرة مرة 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 مرة، غيار مرة، عندي رجال مرة مرة غيار مرة مرة، يموت فيني مرة. فتصير هذه القصة فنكون تورطنا فيها. فمهم ان احنا ننتبه ايش الغيرة تعني بالنسبة لنا. ايش الغيرة يعني؟ احيانا ترى حتى مش في العلاقات العاطفية، احيانا يا جماعة في العلاقات العادية ما بين الاصدقاء، يعني مرات الشخص لا يشعر بانه متميز الا لما يلقى حد يغار منه. واو واو معقدين صح. ما احس اني مميزه، يعني اني انا مميزه اتس اوكي اوكي، اعطيت نفسي نجمه التميز خلاص اكتفيت. لا، لازم اطلع لي واحد بجنبي يغار مني عشان اقول يغارون مني، يغارون من الجمال، يغارون من الاناقه، يغارون مني، يغارون من فلوسي، يغارون من شطارتي، يغارون، عشان اقول ايه ها شفتي اثبت لنفسي. الحين انا ابغى اثبت القصه لنفسي، شفتي يغارون يغارون اصلا، يعني مين يقدر يحصل زي جمالي؟ غيرانات غيرانات. فهو يعني احنا نبغى نشعر شعور طيب بس نجيبها بلفه حرجه، يعني بس لعب، كله لعب، كله لعب من العقل اللاواعي. ليش؟ لانك ما حطيت الموضوع على الطاوله ورسمت خريطتك وكذا، صرت كذا يعني تشوفها كذا، ما في مشاعر تفلت منك وتتصرف بطريقه فوضويه جوا. لا، انت عارف انا احس بكذا فاحتاج اني انا اتميز، فانا متميز، انا مره جميله، مره راقيه، مره انيقه، مره ما يحتاج احد يغار عشان انا احس عشان كذا، ما انا مكتفي، ما يحتاج. فابدأي من عندك، ابدأي القصة من عندك، يعني ابدأي القصة من عندك. ولاحظي بعد ردود الفعل الغيرة. شو ردود فعل الغيرة؟ يعني تخلي الشخص يستمر يغار، يستمر يغار. ردود الفعل يعني انه يحبني يعني مع حق، وهكذا وهكذا تستمر القصص. لا، ولاحظوا ترى على فكرة انا القصة اللاواعية تتعامل مع القصة اللاواعية اللي عند شريك حياتي ولا عند صديقتي. يعني احنا ما نتعامل وعي لوعي، لا، لا وعي للا وعي، شغل. وضايعين كلنا يعني، اهم شيء ان مدبرين الدنيا، لا وعي مدبر الدنيا. كيف الواحد يسيطر على غير قصدك اذا انت تغارين؟ إذا أنت تغارين هذه قصة ثانية، اللي هي قصة الشعور بأنه أنت مهددة،
انه اذا في احد متميز انا مهدد، انا خاف في احد متميز او الموضوع تحت التهديد. فمهم انك ترجعين تشوفين من وين القصه جت وش اللي جابها، ومهم انك تعرفين خريطتك، لانه مرات في الخريطه تتداخل هذه الاشياء مع الخوف. راح تلقين في خريطتك تداخل بعض المشاعر هذه مع الخوف، فتكتشفين ان فيه لعبه، في لعبه لازم تطلع للوعي عشان تتفكك. احيانا الغيره محفزه. امسك راسي ولا امسك راسي؟ واو. احيانا الغيره محفزه. الله اكبر، هللويا. ليه هذا اللي انا كنت اقول لكم امس يمكن ولا قبل امس، انه احنا نستمتع بالالم. يعني شوفوا الخدعه هذه الجباره، خدعه جباره. نستمتع يعني شيء من الالم، شيء من الالم، واي نوت، ممتع، ليش لا؟ خليني اغار شويه احس بالمتعه، خليني يعني اغضب شويه احس يعني حياتي فيها حركه كذا، خلي شويه كذا يعني، خلي فيه سبايسي كذا، اوكي شيء ممتع. فعشان كذا احنا نستمر في القصص المعاناه معاناه معاناه، لما عاد نخبط خبطه ويصير الالم يعني ما في نقاش انه الم الم، مش الم متعه، فوقتها تستيقظ. تقول انا مو فاهمه، انا ايجابيه وانجز في اليوم بس افكر قبل النوم مأساوية وحزن، احس لا مو انا اللي في النهار. احنا اقرب ما نكون الى الحقيقه قبل النوم. يعني اذا بتعطيني ان انا اقيمك مثلا، اذا كنتي الصباح اوكي وجيده، لكن لما يجي وقت النوم والمساء وكذا تكونين خربتي الوضع، بقول لك انت هنا، انت تنتمين لهنا اكثر، تنتمين. يمكن في الصباح انت نشطك طاقات الاخرين، اماكن معينه، يمكن مصادرك الطاقيه تكون تدعمك ايجابيا. فلما تكونين في بالليل لحالك على سريرك، تطلع يعني تكونين الان يعني بفرديتك وبجسدك المشاعري لحالك، فتطلع الحقيقه كما هي، فتعيشين القصه اللي انت تبغين تعيشينها. عاد انت يعني تذكرين الماضي، تتخيلين حياه المستقبل، تريدين تصحين، تريدين يعني تسوين قصه حزن وقصه ماساه، فهذه هي حقيقتك في الغالب. لكن اللي قبل قد يكون هو تاثيرات الاخرين، خصوصا انك تنجزين وتشتغلين، فمعناها انك انت يعني مرتبطه بالتزامات مع اشخاص مع اماكن. قبل سنوات مريت بفتره حزن والان ما احس بهذه المشاعر، هل هذا يعني أنها تنظفت أم أنها في العمق لا زالت؟ السؤال لما مريتي فيها وش صار؟ وقتها وش صار؟ وبعدين وش صار؟ يعني هل مثلا حزنتي بعدين أخذت المشاعر وحطيتها كذا ورا ظهرك، وبعدين مرت الأيام ونسيتي وكذا، وحسيت أنه أنت خلاص الآن سعيدة ونسيتي الحزن؟ إذا كذا لا، موجود، ما زال موجود. يعني نقول ما دام صار فهو ما زال، هذه قاعدة، أي شيء صار قاعد يشتغل موجود. لكن إذا كنت اشتغلتي عليه هذا شيء آخر. الدليل راح يكون عندنا لما يجي موقف آخر حزين، وقتها راح يرجع يضغط على نفس المنطقة السابقة، وقتها أنت راح تعرفين الحقيقة. كيف أكون خريطتي؟ عندنا محور كامل في الكورس يشرح طريقة الخريطة. إيش هي دلالات وعلامات عدم الاكتفاء الذاتي؟ مثلا من أبرز الأشياء عندنا علامة التعلق. التعلق، تعلق بشخص، تعلق بفكرة، تعلق بشيء، أي شكل من أشكال التعلق. هذا يدل إنه إحنا كثير يعني معطين حجم لهذا الشيء، وما حنا قادرين نطلع شعور هذا الشيء من جوا. هل يعني ان الشعور هذا اللي طلع من هذا الشيء مو حقيقي؟ لا، حقيقي، حقيقي. انه مثلا هذا الشخص اعطاني حب، اخذت منه حنان، الفرارة الحمراء اعطتني سعادة، اعطتني شعور معين بالثراء، هذا المكان اعطاني، كلها حقيقية. لكن كونني انا ما اقدر استغني عنها او اتورط في متابعتها وملاحقتها ويعني اعرض نفسي لكثير اخطاء واخطار عشان احصل على هذا الشيء،
ممكن شخص يعرض نفسه لسرقة مثلا عشان الفرار الحمراء ولا عشان فلوس ولا عشان شيء مادي لأنه متعلق بهالقصة هذه، أو ممكن شخص يعرض نفسه لإهانة. يعني نلقى كثير مثلا سيدات تلقينها متحملة زواج من 20 سنة، تنضرب، تنجلد، تتدمى، تتهدد، تقول يعني تقعد تفكر تقول شو القصة، يعني ايش هي متعلقة بهذا الرجل، شو الفكرة من الموضوع. فتعرف ان الموضوع فيه أزمة، وهي ما هي قادرة تحس انه هي كافية انها تنتج هذه المشاعر، لا، في هذا الرجل هو اللي بيعطيها هذه المشاعر. وقد تكون ايضا المشاعر السلبية ايضا جزء من الموضوع، بمعنى انه بعض الاشخاص يعني لما يتبرمجون على انهم ايضا يحصلون على مشاعر سلبية من شخص، يعني هذا الشخص مثلا يهزئني، يجلدني، يعني يشعرني بشعور معين، يشعرني بشعور الضعف، يشعرني اني ضعيفة. طيب اذا يعني صرت انا سيدة محترمة ورحت وسكنت في سكن حالي واحترمت حالي يعني وكذا وما حسيت اني ضعيفة، مين بيحسسني بالضعف؟ مين؟ هذه برضو من الورطات اللي موجودة في اللاوعي عندنا في الجسد المشاعري، لانه كل شعور يريد ان يعيش، كل شعور يريد ان يعيش سواء كان سلبي او ايجابي. فانت يعني تتواجد وتلحق وتتعلق بالاشخاص اللي يعطونك الشعور السلبي كذلك اللي يعطونك الشعور الايجابي، يعني خلونا موجود اوكي، احنا زي ما حنا موجودين، ما في شيء مات، ما في شيء طار. فتعلق احد العلامات اللي تدل انه احنا مو قادرين نكفي المشاعر من الداخل. كيف نكون مكتفين ذاتيا عشان ما ندور برا؟ ابغى بس اعلق تعليق قبل ما اقول لك، كثير مهم، كثير مهم. لا يعني كلامي انه لا تحصل الاشياء اللي برا، لا يعني، بس لا تخلي الاشياء اللي برا تلوي ذراعك. عادي، ابحث عن الشريك، ابحث عن المال، ابحث عن الفرار الحمراء، ابحث عن الدوام اللي انت تبغاه، ابحث عن الصديق اللي انت تبغاه، بس لا حد يلوي ذراعك، لا الفرار الحمراء ولا الشريك ولا العمل ولا لا حد يخليك في موقف شعوري صعب. لا، في هالمرحلة أقول لا، ارجع أنت وطور الداخل، طور جسدك المشاعر الداخلي. كيف نكون مكتفين ذاتيا؟ إن إحنا نطور الجسد المشاعري من خلال إن نعرف خريطتنا ونطور جانب المشاعر الإيجابية ونفتح عندنا حقول من المشاعر الإيجابية الجديدة. يعني بدال ما يكون عندي مشاعر إيجابية هالقد، المفروض يكون عندي مشاعر إيجابية هالقد. بدال ما يكون عندي مثلا مشاعر إيجابية بهذا العمق، لا، يكون عندي مشاعر إيجابية بهذا العمق. فكل هذه كلها راح تأثر على أني أنا عندي خزانات، عندي كفاية، عندي امتداد، عندي امتداد من هذه الحقول. مو والله ما عندي إلا حبتين بعدين أحتاج كل يوم أكلم عشان أنا أحصل على شوية أتسلف من جسد المشاعر الثاني، صح ولا لا؟ خلونا ناخذ قست يا جماعة. مين جاهز عنده سؤال عن المشاعر؟ سؤاله ملخص ومختصر ومركز ومفيد للجميع. شلون أكتم شعور سلبي؟ ما المفروض أنك تكتمين شعور سلبي إلا في حالة الخطر. ما المفروض؟ ما المفروض انك تكتم شعور سلبي؟ خطأ. تكتم شعور سلبي خطأ. تكتم شعور سلبي ورطة. تكتم شعور سلبي في النهاية تسمم مشاعر. ما المفروض اني يعني انا خايف اكتم الخوف، غاضب اكتم الغضب، ما المفروض ان هذا يصير. لكن استثناء. الان انا امر بمرحلة أو لحظة أو يوم أو ساعة صعبة جدا، ولازمني أنا أكون متماسك، ولازم أعدي الموضوع هذا بسلام. يعني يمكن أنا عندي برزنتيشن وأبغى أطلع قدام المعلمة وأتكلم، أوكي، أخلي الخوف على جنب وأكتم الخوف، وأخلي الغضب على جنب وأكتم الغضب، وأخلي وأدير نفسي قدر الإمكان وأقدم البرزنتيشن، بعدين أتفاهم مع الغضب والمصايب اللي عندي. أو مثلا عندي مفاوضات مع شخص، أو عندي خلاف أبغى أروح وتهاوش وتجالد مع شخص، فأقول أوكي خلني أكتم الخوف، خلني أكتم. أنا أمر بظرف لازم أني أضغط شيء،
لكن الوضع الطبيعي انك ما تكتب، المفروض المشاعر السلبية تمر، المهم انها لما تمر ما تضرك ولا تضر الآخرين، كتمانها يضرك وايضا يضر الآخرين. يعني لما تكتم شعور بالقهر بالغضب، ايش تتوقع ممكن يكون؟ راح يكون مصيبة في الغالب، في الآخر راح تصير قصة مصيبة في الغالب. في الغالب لما تكتم غضب تكتم غضب تكتم في الغالب يعني بتسوي جريمة، هذا المتوقع. نفس الشيء لما تكتم خوف تكتم خوف تكتم خوف في الغالب يعني بتكون في لحظة حرجة بيجيك بنك، أنت بيجيك نوبة هلع، هذا اللي بيصير. فمش خيار مفضل لكن قد نحتاجه أحيانا. يلا مين جاهز؟ السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام حبيبتي، شرفتيني. والله أنا كمان، أنا من السودان طبعا، ومتابعك لي فترة طويلة. يا حبيبتي أهل السودان ما شاء الله كثير هنا، أنتم كثير مهتمين أيوة بتطوير الذات أكيد 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 طبعا، أي حاجة منزعة إنه زول يطور نفسه وشخصيته وفكره ومشاعره برضه. اشتغلت كثير مع السودانيين وأعرفهم وأعرف أمانتهم وإخلاصهم وطيبتهم فأحبهم كثير. والله وإحنا كمان بنحبك جدا جدا جدا، يعني أنا حتى إذا فوتت اللايف فلازم يعني أخش اليوتيوب وأحضر، وصراحة استفدت كثير يعني من بداية ما تابعتك لين الآن، في حاجات كثيرة فيني تغيرت الحمد لله من بعد ربنا لك الفضل. قولي لي يا سوسو ايش عندك؟ صراحة متوتر متوترة لأنه أنا ما توقعت إنك تستقبلي الطلب، يعني موضوع بالنسبة لي يعني حلم صراحة أتكلم معك. قولي لي. الله يخليك. صراحة يا دكتورة أنا ما أعرف، لكن حاسة إنه أنا ما مكتفية مشاعريا، وبحس إنه دائما أحتاج لعلاقة من طرف آخر عشان تكملني أو تسد الفراغ العاطفي جواي. أنا عشت بعيد عن أبوي، فما أعرف هي الحاجة دي ممكن تكون لها علاقة ولا لا، لكن يعني بحس إنه دايما بحتاج لعلاقة إنها هي مثلا تكملني أو كده. فآخر تجربة لي كانت مع صديقي، فما كانت التجربة موضحة، إن شاء الله يكون كلامي بس واضح. يعني كانت التجربة وكان فيها في مشاعر، صارحته بالمشاعر دي وهو كان برضه عنده لي مشاعر، لكن برفض إنه نحن نكون في ريليشن لأسباب هو عنده منطقية أنا ما كانت مقنعة بالنسبة لي. بعد الموضوع ده بفترة هو ارتبط بواحدة يعني قد تكون إنها هي موافية لتفاصيله أو موافية لطموحه اللي هو بيرغب له، فأنا الحاجة دي خلت إنه يكون عندي يعني حركت شعور النقص إنه هي ممكن تكون عشان في بعض الحاجات إنها هي أحسن مني في حاجات مثلا. فصراحة كان الموضوع بالنسبة لي عانيت إنه أقدر أتقبل وكده، والحمد لله بفضل يعني كل الفيديوز تبعك اللي بشوفه في اليوتيوب، قدرت إنه يكون عندي ثقة في نفسي أكتر إنه أتقبل الحاجة اللي حصلت وكده، لكن استيل بيكون في لسه في شعور ما قادر أتخلص منه اللي هو ما قادر أفهمه أصلا، إنه يعني أنا مفروض أكون مكتفية بذاتي كفاية لدرجة إنه ما يفرق معي هذا الشخص يعني خالص. وغير إنه كل علاقاتي الفاتت كانت يعني ما مناسبة، أنا ما عارفة يعني يا إما الطرف الثاني بيكون ما مناسب يا إما بيكون شايفني ما مناسبة. لو عندك لي سؤال تاني أنا ما أعرف غيته ساعدني إنه أنا أوصل لك المعلومة أكثر. هل أفهم كلامك يا سوسو إنه في كل مرة كانوا هم اللي ينسحبون أو يرفضونك، ولا مرات أنت؟ لا مرات أنا أنسحب، مرات أنا أنسحب من العلاقة لما أحس إنه الطرف الثاني ما مناسب لي، فبيكون خلاص بنسحب أنا من العلاقة. وفي مرات هم ينسحبون من غير سبب. أظن برضو إنه أنا لما جيت نظرت للعلاقة بيناتنا بتكون كيف، فلقيت إنه احتمال يكون العطاء الزيادة، احتمال يعني ما عارفة مثلا
ما قادرة أقيم بالضبط المشكلة وين. طيب لحظة، خليني يا سوسو بسألك الآن، أنت لما تنسحبين من العلاقة إيش تبررين الانسحاب؟ الانسحاب بيكون مخطط، يعني بيكون نحنا الاثنين متفقين انه نحنا وصلنا للنقطة دي انه ما حنقدر نكمل مع بعض، لانه في حاجات الطرف الثاني ما بيوافيها يعني، فبيكون متفقين على الانفصال. ما تحسينها يعني، وأنا كذا من بعيد أشوف الصورة كذا من بعد، ما تحسين إنها نفس القصة يعني أنت تسويها وبعدين تتسوى لك؟ ايوه انا في القصه الاخيره حسيت انه ممكن يكون سبب من الاسباب ان هي ممكن تكون كارما ردت لي، يعني لانه انا في اشخاص تانيين بيكونوا ما مناسبين لي، فبواجههم انه انا صراحه، لكن انا كنت صريحه معاهم، يعني ما بخلي الطرف الثاني يكون متعلق بي مشاعريا من البدايه. بحسم الموضوع يعني من البدايه، بحسم انه انت انا ما مناسبه معك وانت ما مناسب معي لانه كده كده، لكن دايما ما بيحصل لي بيكون الطرف الثاني ما فير معي، يعني ما بيكون واضح معي كفايه انه انت ما مناسبه كده. يعني انا العلاقه الاخيره قلتها ليكي انه هو كان، نحن كنا اصدقاء، فالتحول اللي حصل مشاعريا هو كان، يعني ممكن يكون هو حرك حاجات خلت المشاعر انها هي تتحرك، فبالتالي ما كان صريح معي كفايه. انا بحس انه ما كان صريح معي كفايه، حتى في رفضه ليا كانت الأسباب ما مقنعة، نفس الأسباب اللي رفض إنه نحنا نرتبط عشانه في فترة وجيزة هو ارتبط بشخص آخر يعني. فأنا حتى سألته، كنت واضحة معه وسألته، آخرين راح يقولون نفس الكلام يا سوسو، راح يقولون إنه أسبابك ما كانت منطقية، صح؟ I think طيب أيوة صح. خلينا شوية عن أبوك، هل في مجال إنك أنت ترجعين العلاقة معه؟ أنا علاقتي معه هو شوية كده يعني قاسي، إن شاء الله تفهمي كلامي. هو شوية قاسي يعني، وأنا ما عشت معاه طول حياتي يعني. أنا أمي انفصلت عنه كنت أظن عمري 8 سنة، فما كان في علاقة. فأنا أول ما كبرت بديت أرجع العلاقة وأسأل منه أو كده، لكن حتى إذا أنا سألت منه فهو مشاعره ما عنده مشاعر لي يعني، عادي يعني. فأنا دايما الحريصة إنه أنا أسأله كده، لكن السؤال ما بيكون نابع من يعني إحساس إنه أنا فاقدة، لا، إحساس إنه يعني بس ربنا، عشان إنه مثلا يكون في تواصل، إنه ربنا يكون راضي عني إنه أنا ما مقصرة في حق والدي يعني. يعني انت شوية زعلانة عليه؟ أنا ما عندي ما عندي له مشاعر، ما حسيت إنه أنا زعلانة منه ولا راضية عليه. بدون مشاعر. لأنه ما عشت معه يا دكتورة. هذا سبب تبرير، أيوة. انت الان تبرير تقولي انا ما عندي مشاعر، انا ما عشت معه. ما عندي معه تجارب نهائي، شفته يعني أكثر 3 أو 4 مرات فقط في الحياة، وأنا الآن عمري 28 سنة. تشعرين انك تعاقبينه بموضوع عدم المشاعر؟ لا، لأنه هو أصلا، أنا لما أنت تعاقب شخص بيكون بالتالي هو عنده ليك مشاعر، فبتعاقبه بعدم مشاعرك له، لكن هو برضو ما عنده لي مشاعر، فحعاقبه كيف يعني؟ ما هو ما عنده مشاعر، اوكي. فبس طيب يا دكتورة، أنا محتاجة منك، لانه انا كيف اصل للاكتفاء الذاتي، انا كيف احب نفسي كفايه لدرجه انه ممكن ما احتاج، يعني ما تكون بالنسبه لي احتياج اساسي انه في شخص في حياتي، وما اكون معطاء زياده عن اللزوم، عشان العطاء اعتقد انه العطاء زياده عن اللزوم ممكن الطرف الثاني يفهمه غلط يعني، مع انه انا متوازنه في بعض الحاجات، لكن برضو بحس انه ممكن يتفهم غلط. خلاص بجاوبك يا سوسو حبيبتي، تسلمي، شرفتيني. شكرا لك، والله أنا سعيدة جدا إنه أنا كنت معاك، ومعليش الكلام احتمال يكون ما مرتب، لأنه ما توقعت صراحة إنك تقبل الطلب، لا وشرف لي كبير. سلامتك، وكلامك واضح ومرتب جدا اكثر مما تتخيلين شكرا حبيبتي. لك، أنا بجد سعيدة وممتنة لك جدا إنك أنت طلبت قبلت الطلب، وشكرا لك جدا. شرفتيني، باي باي. طيب عندنا سوسو حبيبتي من السودان، عمرها 28 سنة، تقول إني غير مكتفية مشاعري وأضطر إني أنا أحتاج
علاقة من طرف آخر عشان يسدد الفراغ العاطفي. وهي عاشت بعيدة عن أبوها من عمر 8 سنوات، وعندها تجارب كثيرة، يعني تدخل في علاقة وبعدين ينفصلون، إما تكون هي اللي اختارت الانفصال أو الطرف الآخر. فمؤخرا صار هذا الموقف وحست إن هي أقل، وتشك إنه الموضوع فيه عطاء بزيادة. سوسو، الآن إحنا عندنا الشيء اللي متوقع إنه أنت تمرين فيه، إنه أبوك يكون موجود في الطفولة وانفصل عن أمك في وقت حرج جدا، هو عمر 8 سنوات، كثير التوقيت حرج، وما كان موجود قدامك، ما كانت مشاعر الذكورة موجودة قدامك، وكنتي أنت يعني على ما يبدو أكيد إنك أنت أصبحتي كثير اشتغلتي على نفسك وصرتي كثير قوية وكثير قائدة، ويمكن شوية زادت عندك الذكورة وصارت عندك يعني عندك سلوكيات تؤكد إنه الذكورة يمكن تقودك في كثير من الأحيان. عندك مثلا يمكن العطاء الزايد، ما نعرف هو زايد ولا مو زايد. أنا أشوف إنه في كثير من الأشياء اللي تحتاج إن ننتبه لها. علاقتك مع أبوك، يعني أول شيء أنا أشوف إنه أبوك هو في موقف كثير إيجابي، إنه هو مو زعلان عليك ومو ماخذ موقف، ومو يعني أكيد خلال الفترة هذه هو وأمك مر بشيء يعني مربك. من الجيد إنه أنت ما تصنفتي، لأنه مرات الأب أو الأم يصنفون أبنائهم، يعني إذا دخلوا حرب على طول يصنفون أبنائهم ضمن أحد الأطراف وخلاص، يعني تبقى طول العمر. فأنا أعتبر إنه موقف أبوك كثير إيجابي، لكن ما تستطيعين إنك أنت تكونين بعيدة عنه فترة طويلة بعدين ترجعين بعدين تتوقعين عنده شعور. وأضيفي إلى ذلك، أنا ما سألتك إذا هو مثلا تزوج وصار عنده أطفال، أو راح عند أمه رجع لبيت أمه وصار عنده أخوانه الصغار، أو يكون كبير العائلة وعنده أخوانه الصغار، بمعنى إنه قد ما يكون احتاج لهذه المشاعر، لكن النقطة المهمة إنك أنت تحتاجين. العطاء اللي أنت قاعدة تقدمينه لهؤلاء الرجال عشان أنت تقولين لهم بليز أعطوني مشاعركم، أو أعطوني شيء من عواطفكم، أو أعطوني شيء من اهتمامكم أو انتباهكم، أنا أبغى تسوي تجربة انه هذا الجهد اللي انت مجتهدته عشان انت توصلين لهذول الاشخاص، انك توجهين لابوك. اعرف انه هو مو مهتم، لانه هو يعني في الغالب مو محتاج مشاعر منك، بس انت محتاجة مشاعر منه. اعرف انه هو مو مهتم، لكن وجوده بشكل جيد في حياتك يوازن طاقتك. لذلك اقول ابذلي جهد في هذه العلاقة. دائما خلونا نفكر في اي علاقة، هل أنا مستفيد إذا بذلت جهد هنا ولا ماني مستفيد؟ هل أنا متضرر إذا بذلت جهد هنا ولا ماني؟ يعني إذا بذلتي جهدك ما راح تتضررين. قد يكون طبعا بشكل لا واعي أنت قاعدة تعاقبينه، أنت قاعدة تعاقبينه على شعور معين، تشعرين إنه أنت تضررتي منه بمدى سنوات، والآن أنت علاقتك متلخبطة مع الرجال، فبشكل لا واعي تحسين إنه هو السبب في ذلك. فأنت تقولين أنا ما اصلا هو ما عنده شعور، هو مو مهتم اصلا انا عاقبه ولا ما عاقبه. صحيح هو مو مهتم، بس استل عقلك اللاواعي عنده حكم تجاه القضيه، عنده وجهه نظر تجاه الموضوع. فانا متفائله انه انت ممكن تحطين كل هالجهد على ابوك، يقوم هم يوازن الشعور هذا اللي متلخبط عندك واللي مش متزن. الشيء الثاني، خليني ابغى اقول لك، يعني انت الان تكلمتي مع الشخص اخر تجربه وصارحتي بالمشاعر وهو وافقك، وبعدين رفض العلاقه لاسباب على قولتك منطقيه، يمكن قال مثلا انا عندي شغل، ما اسست نفسي، ما عمري صغير، عمري كذا، هذه الاسباب المنطقيه اللي احنا نتوقعها. وبعدين فجاه تزوج واحده، اوه سربرايز، تزوج واحده.
برضو أنا شاكرة له، يعني أعتبر أن سلوك يعني إيجابي. يعني خلينا نقول مثلا أنه هو عنده ملاحظات معينة عليك، مثلا ما قال والله أنا ما عجبني شكلك يا سوسو، سوري والله أنا ما عجب، أو أنا والله يعني لازم أمي تزوجني، أنا مو مستوى رجولة كافي بحيث أني أنا أتزوج على كيفي أتزوج شعوري. أما إذا على الشعور أنا بعد أحبك، إذا على الشعور، إذا الموضوع شعور بعدين أحبك، بس في أشياء ثانية أنا أفكر فيها غير أني أنا أحبك ولا ما أحبك. فأنا أعتقد أن كونه كان واضح، كونه أعطاك شعوره، أعتقد أن شعوره صادق وحقيقي. لكن أعتقد أنه في أم في قضية منطقية تحتم عليه أنه هو ما يتبع شعوره، أنه هو لا ما يقدر ما يقدر. مش كل الأشخاص عندهم يفهمون فكرة الجسد المشاعر، ويفهمون أنهم يتبعون حبهم ويقدرون هذه المشاعر. لا، هو عنده منطق وعنده، وانت بنفسك قلتي اسباب منطقيه، فبالاسباب المنطقيه هي تناسبه اكثر منك، هذه المراه تناسبه بالاسباب المنطقيه اكثر منك. فما في شيء يزعل، ما في شيء يزعل انه دائما في شخص انسب منك لشيء. اتس اوكي، مرات يكون في شخص انسب منك للمكان في الوظيفه الفلانيه، مرات في هنا شخص انسب منك في كذا، مرات انت انسب، مرات هم انسب. فلا تحسي يوم من الايام راح تتزوجين شخص تكونين انت انسب له من سيده اخرى، صح ولا لا؟ فالمفروض دائما تشوفين له بهالطريقه، ما تحصرين نفسك ما بين مقارنتين، لانها مقارنه غير عادله، مقارنه غير عادله، واحد لواحد، واحد ربحان واحد خسران بالنسبه لمخك وعقلك اللاواعي. هي فازت بهذا الرجل وانا خسرت هذا الرجل، كذا تفكرين انت وتحطين المعادله، تقول وخيبته عشان انا وعشاني وعشاني وعشان، تحطين نفسك كل العيوب وتحطين لها كل الايجابيات، لكن انت ما تشوفين الصوره الاكبر، ما تشوفين الصوره الاكبر انه انت يوم من الايام اخذتي مكان كانت امراه تبغى هذا المكان لانه كنتي انسب، يوم من الايام اخذتي مقعد في الدوام كان في احد اخر يبغى هذا المكان لانه كنتي انسب. فبالتالي لاحظي دائما الصوره الاكبر، لا تنحصرين في الصوره الصغيره، ولا تستمرين، لا تسمحين لعقلك، لا تسمحين لعقلك انه يستمر بالمقارنات الصغيره هذه، لان هذه تضللك. المقارنات الصغيره تضللك. احنا دائما اذا تبغى تدخل مقارنات كبر الصوره، اسمح لك. لكن مقارنات على مستوى صغير ابدا لا تدخل مقارنه على مستوى صغير. اذا مضطر وتبغى ومصر وعقلك الفكري يقول لك الا امسك ورقه وقلم وقارن راح تكتشف انه انت خسران وكذا، قلت طيب تعال خلينا نشوف الصوره الكبيره. لأن في الغالب لما تشوف الصورة الكبيرة راح تشوف في عدالة كثير كثير، عدالة في الصور الكبيرة راح تشوفها يعني متوازنة جدا. برضو لفت انتباهي موضوع انه قصة انه انت ايضا لما يكون لك موقف انه انت يعني يكون عندك مشاعر مع شخص بعدين تحسين انه في اسباب تمنع الاستنباط تعبرين عن شعورك وتقولين وتوضحين وتنسحبين وتخلين انه ما في احد يتعلق فيك او ما احد يرتبط فيك مشاعريا. خليني ابغى اقول لك انه مو كل الناس عندها القدره هذه. وتكلمت انا في الشهر الماضي، كنا نتكلم عن الحياه السريه للرجل، وتكلمت في احد الاسرار عن موضوع حساسيه جرح شعور المراه عند الرجل، وهذا ما تدركه المراه. يعني في مرات كثيرة الرجل ممكن يكذب على المرأة عشان ما يعطيها حقيقة الشعور، لأنه يعرف أن هذا كثير مؤلم، فممكن ما يقول لها وما يكون حقيقي معها. لذلك مش بالضرورة أن إحنا نطالب الرجل أنه يكون حقيقي لدرجة أنه هو يعني يقسو علينا أو يزعج مشاعرنا. فما المفروض أنه أنت تنتظرين هذا الشيء، لأنه ممكن ما تتحملين، لأن ممكن ما تتحملين. يعني يا سوسو ممكن الرجل هذا يقول لك والله يعني أنا جسمك شوية ما عجبني، والله شكل، والله أنفك، والله شعرك، والله عيونك، والله رسمة عيونك، والله لون عيونك، يعني ممكن ما تتحملين هذا الشيء. فمو دائما نقدر نطالب الناس بالصراحة، ومو دائما الصراحة هذه هي توصل نتيجة جيدة. فاقبلي بهذا الشيء،
اقبلي بهذا الشيء، لأن كذا ما قبلتي أخشى إنه يجي واحد يعني يعطيك شيء من العيار الثقيل وأنت قاسية أوريدي على نفسك. فما أبغى يجي واحد يقول لك يلا هذه هي الحقيقة، يعني تتعاملين مع الكون هذا هو الحقيقة اللي أنت تبغينها، يلا خوذي، وأنت أصلا قاسية على نفسك، بتكون شيء وفوق شيء، فيكون كلها يعني ثقيلة عليك جدا. فتوقفي عن طلب انه يكون الرجل لازم يوضح الاسباب ويقول الاسباب اللي ورا السطور وما بين السطور، خلاص اكتفي بالشيء الموجود. ما في رجل بيجي يقول لك انا مش رجل بالقدر الكافي، ما اقدر اخالف راي ماما. ما في، ما يصير، ما تجي يعني حتى هذا الزمن، ما اعرف بعد في الاجيال القادمه ممكن تصير، ما يصير. يعني صعب برضو ان احنا نطالب الرجل انه هو يكون حقيقي لهالدرجة انه يقول هذا الكلام. فاكتفي بهذا لما انت توضحين للرجال. ايضا ابغى اقول لك انه راعي شعورهم اثناء انهاء هذا اثناء الانفصال واثناء نهاية العلاقة. خذي الموضوع العطاء وقدميه لابوك، وشوفي هل انت عندك القدرة انك تنشطين مشاعر عنده هي موجودة بس مخبأة كذا في الاسفل، يعني في شيء فوق شيء، في طبقات مخبأة. فاذا تنشطت انت كثير راح تستفيدين وراح يعدل كثير من طاقتك. طيب كم الساعة؟ طيب نقدر ناخذ كم سؤال؟ هل القلب، واستفتي قلبك، هو ترجمة لأهمية وضخامة وعظمة الجسد المشاعري؟ أي أكيد، إحنا تكلمنا إنه القلب هو المركز المادي، لأنه الجسد المشاعري كله مش جسد، مثل مش جسد مادي، يعني ما نقدر نشوفه. لكن الصلة ما بيننا وبين الجسد المشاعري هو، أو المركز المادي للجسد المشاعري هو القلب. فلما في المقولة استفتي قلبك، أو في الأثر استفتي قلبك وين أفتوك الناس وأفتوك، أو وين أفتاك الناس وأفتوك، إنه أنت في النهاية في على قولتهم في كذا شعور، إحساس، فيه صوت، فيه صوت جوا يجي من قلبك يقول لك إنه لا يمين، لا يسار، لا قدام، لا ورا، لا وقف، لا افعل، لا تفعل. وهذا كل ما انت فهمت مشاعرك اكثر، كل ما رسمت خريطتك وحطيتها قدامك وفهمت الواقع، كل ما كان الاتصال جدا عالي. تقدر يعني تقدر تسمع كأنك تسمع يعني احد يتحدث معك. هذا هو القلب اللي يقول لك اي صح، لا غلط، يمشي ما يمشي، يصير ما يصير. لذلك لما تلقى مثلا شخص عالق في قرار طلاق 10 سنوات، تعرف انه يعني عنده يعني جسد فكري جبار جبار جبار، جسد فكري ضخم، ويعني يعني مسوي يعني شغل جنوني 10 سنوات ما قدر يقرر، وخذ عليها اشياء كثيره، قرار في هدف. يعني مثلا على سبيل المثال تلقى شخص يحاول ان يحصل على هدف ل10 سنوات بعد. الله، 10 سنوات وانت تحاول، 10 سنوات وانت تحاول. من كم يوم كنت فاتحة التويتر وطلع عندي في التايم لاين، طلع عندي شخص يتكلم يعني ويقول اذا الباب ما انفتح اكسر الباب، اذا الباب ما انفتح اكسر الباب، استمر اضرب واضرب واضرب لما ينكسر الباب. واو واو، قد ايش يعني، قد ايش الشيء اهم من شعورنا، مع انه اصلا حنا بغيناه عشان شعورنا. يعني ونعتبر انه هذا ذكاء وهذا شطار وهذا، انه الشيء اهم من شعورنا. 10 سنوات من عمري ضاعت وانا اصفق في باب ما ينفتح، وبعدين يجي احد يقول لي بعد اصبري. ايه ليش لا، يصير الامل ينفتح، كسر البيبان. يا عمي 10 سنوات طارت من حياتي باحساس رديء، بشعور رديء،
شعور بالفشل، شعور بانتظار. يا ربي وش بيجي اصلا ورا الباب؟ الله اكبر، السعاده الابديه اللي بتجي ورا الباب اللي قاعد انتظر 10 سنوات. وش دعوه؟ فاصلا يعني لو تسال نفسك طيب انا ليش اطق الباب؟ هو فعلا انا ليش قاعد اطق الباب؟ عشان احصل هذا الهدف. ليش انا احصل هذا الهدف؟ عشان والله اذا حصلت هذا الهدف راح احس بالفوز والانتصار. طيب في كثير بيبان مفتوحه تحس فيها بالفوز والانتصار، عشان بحس بالسعاده. في كثير ابواب راح تحس فيها بالسعاده. لكن وين المشكله؟ المشكله لما نكون احنا عندنا فكر هو اللي يحدد الصح والغلط. لكن لما انت عندك قلبك يقولك كأنها طولت كده بيني وبينك، يعني كذا يقول لك اياها كذا بالسر، يقول ترى بيني وبينك كان الموضوع طول، خلاص في باب ثاني هنا بجنب مره وسيع وكبير ومنور وخطير ومفتوح، راح واركض. بس مشكلتنا نحس لا انا بصير فاشل، لا انا بصير كذا، لا انا بتذكر الفشل هذا، لا انا لا انا. وعلى فكره احب اقول لكل شخص مر بفشل ثم نجح، النجاح ينسيك شعور الفشل. ومر بباب مغلق ثم باب مفتوح، احب اقول لك انه الباب المفتوح ينسيك شعور الابواب المغلقه وشعور الابواب الموصده امامك. فنعم استفتي قلبك، استفتي قلبك. والازمه انه احنا مو قاعدين نستفتي قلوبنا، احنا مشغولين باجسادنا الفكريه كثير. دائما لما يتكرر معي نفس التصرف ويصير في هروب من المواجهة ويظل يطلع، هل عشان أكون أقوى؟ ممكن، بس أبغى ألفت نظرك لشيء جدا مهم. إيش الشيء اللي أنت تهربين منه؟ اسألي نفسك إيش الشيء اللي أنا أهرب منه؟ أنا هذا الشيء أبغى أشوفه في الخريطة بوضوح، أبغى أشوف حجمه، عمقه، تداخله مع مشاعر أخرى، أبغى أشوف هو شلون قاعد يشتغل في الخريطة عندي. وشو أنا أهرب من إيش بالضبط؟ هل أنا أهرب من الغضب؟ هل أنا أهرب من الخوف؟ هل أنا أهرب من القلق والتوتر؟ يعني أنا ما أبغى أواجه لأنه أنا خايف، لأنه أنا خايفة. ما أبغى أواجه لأنه والله أنا ممكن أغضب وأدمر العالم. ليش ما ابغى اواجه؟ من ماذا اهرب؟ انا اهرب من اي شعور؟ ايش الشعور اللي انا اهرب منه؟ فاحتاج اعرف كثير عن هذا الشعور. وبرضو احتاج وقتها اني اعرف ايضا مشاعري الايجابيه، لما تكون عندي خريطتي اعرف مشاعري الايجابيه، واعرف مين من مشاعري الايجابيه راح تساعدني على تجاوز هذا الهروب. مين؟ يمكن عندي حب، يمكن عندي شجاعة، يمكن عندي طمأنينة، يمكن عندي أمان، يمكن عندي شيء أحتاج إني أنا أجيبه وأخليه حاضر وأخليه أكبر، عشان هو راح يساعدني على تجاوز هذا الهروب. أكثر شعور هو الخوف، وناس يقولون الغضب، كل واحد يعني حسب مكانه وحسب خريطته وحسب الكمية والعمق اللي عنده. احنا ما نهرب كلنا من نفس القصة، ما نهرب كلنا من نفس الشعور، كل واحد يهرب من شعور مختلف، كل واحد يهرب من شعور مختلف. مرات انت تهرب حتى من العار، يعني خاف اواجههم ويفشلوني. كثير ماشية خاف اواجههم ويفشلوني، فهذا شعور بالعار. أو أخاف، ما أدري أخاف من إيش، بس يعني من المجهول، أو بدمرهم، أو إنه بعدين بتندم طول عمري على إني سويت كذا، أو طيب كيف أفرق بين صوت القلب والعقل؟ الشعور أحيانا يكون مزيف ويتغير بتغير فكري، كيف اعرف النص، كيف اعرف الصح من البدايه؟ تعرفين لما ترسمين خريطتك المشاعريه، لما تكون خريطه قدامك تعرفين مين اللي قاعد يتكلم، مين اللي قاعد يتكلم. لما اقول اوكي انا ابغى اروح لهذه الحفله،
تعال خلينا ندورها، موجودة عندي في الخريطة المشاعرية، موجودة ولا مي موجودة؟ مي موجودة معناها جاية من الفكر، مش جاية من الشعور. عشان كذا أهمية إن نرسم خريطتنا، أهمية إنه خريطتنا تكون قدامنا وإحنا نعرف. هي كأنها زي القائد اللي تساعدنا إن إحنا نقرر نمشي، نتخذ هذا الهدف، نتراجع عن هذا الهدف، نتخذ هذا القرار، نتراجع عن هذا القرار، كيف نعدل مشاعرنا السلبية، إيش نطور من مشاعرنا الإيجابية، إيش الشيء اللي يستحق إن نشتغل عليه. مرات أنت عندك مشاعر سلبية كثيرة، بس أي واحد فيهم يستحق إن يعني تضيع وقتك عليه؟ أي واحد. مرات يقول لك والله عندي حزن، مرات يجيني حزن، برضو مرات يجيني خوف، برضو مرات يجيني غضب. طيب أي واحد أشتغل عليه؟ أي واحد. يعني مو معقول انا اضيع عمري كله اشتغل من شعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي. عايز انا ما خلصت المشاعر السلبيه. طب وين اكثر واحد هو قاعد يديرني؟ وين اكثر واحد هو قاعد يلخبط حياتي؟ وين اعمق واحد؟ وين اكثر واحد هو قاعد يدمرني؟ وين اكثر واحد هو قاعد يقود المركبه؟ مين الشعور السلبي عندي اللي قاعد يقود المركبه؟ مين الشعور السلبي عندي اللي قاعد يقود المركبه؟ هذا يبغى له تاديب. هذا الشعور السلبي اللي قاعد يعني يقود المركبة يبغى له تأديب، يبغى له انت تقعد معاه وتتفاهم معاه وتخلص منه. كيف اطلع من التعلق واجذب الطرف الاخر؟ انت يعني في عمق 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 التعلق. كيف اطلع من التعلق؟ عشان اجذب الطرف الاخر. مره يعني طبقات طبقات. الموضوع مره طبقات. جاذبته يعني، بس يعني اعطوني يعني تغشيشه على الموضوع. يمكن ما يصلح كلش اصلا، يمكننا يعني يمكننا بايخ مره كلش، يمكننا ما يسوى كلش، يعني يمكننا ترى أسوأ شخص في الحياة. ما في هذا الاحتمال؟ ما في هذا الاحتمال؟ يمكننا يعني على فكرة أبغى أقول لكم شيء، خلنا نختم هذا الشيء الخطير. يمكن قلته في كورس غداء منتصف الليل اللي حضروا معي. لما تمر بعلاقة، هاي تقول لك يعني علموني طريقة عدم التعلق وكيف أجذب الطرف الآخر، يعني كلهم مع بعض، يعني الموضوع مرة يعني ضروري جدا. خليني أقول لك، لما تشعر أنه بينك وبين هذا الطرف سرعة وعمق في العلاقة، بسرعة 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 دخلتوا في بعض، عمق 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 سريع، مع وجود الكثير من خلنا نقول العلامات الاستفهام في بداية العلاقة، لكن ما رتبتوها. خليك متابعة، يعني تصير في نقطة فيها علامة استفهام وقلتوا لها عدي، في علامة تعجب عدي، في لغز هنا عدي، يعني سويتوا كثير كثير عدي 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 عدي، واخذتوا يعني الفراري الحمراء واسرعتوا كذا في العلاقه، عمق 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 وسرعه سرعه سرعه سرعه. في الغالب في الغالب في الغالب عندك رساله يعني فيها ابو القيعان، هذه ابو القيعان، فحط رجلك من الان. يعني هذه احد علامات العلاقات الكارمية، يعني اللي جاية، يعني جاية تأديب، جاية من العيار الثقيل. تصير كذا عدي 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 بسرعة بسرعة بسرعة، كأنك يعني تبغين تحصلين على رسالة بأسرع وقت بأسرع وقت، بعدين تجي ضربة 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 من قاع أبو قاع. فالمرة الجاية اسألي كيف أفك التعلق، خلي سؤال للحال، وبعدين خلي سؤال للحال كيف أجذب شريك الحياة. هذه الحالة يعني على الأقل فكفك الموضوع. طيب أعتقد تأخرت عليكم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسون كورسنا لهذا الشهر
خريطة المشاعر موجود الآن على الموقع www.sway369.net. تقدر تسجل من أي مكان في العالم. هذا الكورس لأن جتني عليه كثير أسئلة يناسب المبتدئين اللي ما سبق سووا تنظيف ولا سبق سووا أخذوا دورات ولا سبق أخذوا أي كورسات، ولا يتعارض مع أي كورس. لو كنت الآن تأخذ أي كورس ما يتعارض معه. أيضا مناسب للمتقدمين، بمعنى أنه لو كنت حصلت مثلا على كورسات مثل نداء الروح، مثل عقود الأرواح، مثل مسرح الأحلام، كل هذه الكورسات أيضا بإمكانك أنك تستفيد من هذا الكورس. شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.